ملخص التقرير، ملخص التقرير ركزنا في هذا الملخص على الخلاصات الأساسية اللي وصلنا لها كلجنة ديال تقصي الحقائق. الخلاصة الأساسية اللي وصلنا لها هو أن الصندوق المغربي للتقاعد كيسال فلوس الدولة، لأنه ما تمش الاحتساب قاعد كل الفلوس اللي كانت كتخرج من الصندوق، خاصة من نظام المعاشات المدنية، كانت كتخرج كتمشي لبعض الأنظمة أخرى وكتمشي في غيري في خصها تمشي يعني المعاشات ديال المتقاعدين، وبالتالي هذوك الفلوس خصهم يرجعوا، وحتى لأنه هناك فوائد على هذه المتأخرات، مع احتساب الفوائد واحتساب المتأخرات غيكون واحد المبلغ مهم جدا اللي كان غيعفينا من الإصلاح اللي دار واللي كلف المنخرطين كثير، لأنه تزاد في النسبة ديال الاقتطاعات ديال الاشتراك، غتزاد من 10 ل 14% للموظفين ومن 10 ل 14% كذلك للدولة. وحنا كنقولوا أصلا خص اعتماد على المبدأ العالمي، خصنا نتجاوزوا هاد 50-50%، خصنا نمشيو للقاعدة ديال الثلثين الثلث، راه درناها في التوصية. إذا فحنا قلنا ودي لو أنه تم الالتزام بهاد المتأخرات كلها ما كناش غنكلفوا الموظف يخلص تزاد ليه في نسبة الاشتراك، أو أنه نراجعوا له ذاك القسط السنوي ديال 2.5% أو حتى التقاع، معناه ما كناش غنضطروا نديروا هذا الإصلاح المقياسي ديال 2016. لذلك رفعنا توصية ديال أنه هذا الإصلاح المقياسي خصو يتوقف فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين باش نشوفوا الصيغة باش ترجع هاد الفلوس، ويتنظر في إطار إصلاح شمولي ديال جميع أنظمة التقاعد في إطار توصيات لا المجلس الأعلى للحسابات ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا مختلف المؤسسات الوطنية اللي وصلت بضرورة الإصلاح الشمولي. ولكن قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.